التحالف السياسي والديني واختلاط الديني بالسياسي هذا يعني مشكلتنا من قديم الزمان يعني، ولا زال في معاناة منها يعني. لأنه يفترض في رجل الدين أنا من وجهة نظري أن يبتعد كل البعد عن السياسة يعني. من أراد يعني أن يصبح متدينا أو واعظا أو هذا، الحمد لله المساجد مفتوحة ويصلي ويدعو الناس للخير ويدعو الناس مثلا يعني مساعدة الفقراء أو كذا. لكن عندما يتحول رجل الدين إلى رجل سياسة فقد جنى على الدين وقد جنى على السياسة، لأنه لا يحسن السياسة ولا ودينه قد تشوه لما دخل السياسة. انظر مثلا هذه الجماعة الفاشلة اللي اسمها جماعة الإخوان المسلمين.